متابعين معكم مشاهدينا وعن القديسة بربارة متابعين، وأكيد رح نحكي عن تاريخها وحياتها مع دكتور عماد مراد. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا فيك. بس أنت بخير أكيد. أنت بخير. دكتور اليوم مجموعة أسئلة، اليوم رح نحكيها عن القديسة بربارة. لين شو بدك تسألي دكتور؟ بداية دكتور خبرنا شو قصة القديسة أكيد بربارة ودربة لطريق القداسة. يعني القصة واقعية قريبة للخيال لكنها واقعية. بعض الكنائس بتصر أنه هي قصة حقيقية، ولكن بعض الكنائس بتقول أنه في نوع من الخيال بهالقصة. رح أحكيها باختصار. القديسة بربارة بنت ماتت أمها هي وصغيرة، عاشت مع بيا سري جدا، وثني مؤمن بوثنيته وبيضطهد المسيحية ومقرب من السلطات الرومانية. أول ما كبرت بنته قرر أنه يزربها بقصر مخصص لإلها تعيش حياة رفاهية مع العلماء والمفكرين والفلاسفة اللي بيعلموها خصوصي إلها، ولكن بضمن جدار مرتفع مراقب حتى ما تطلع لبرا، حتى ما حدا من الشباب يلي أول ما تكبر بينت أنه حلوة يضرب عينه عليها. ولكن هي بذكائها ما اهتمت بجمالها، اهتمت بتطوير عقلها، صارت تطرح حالها وتطرح الموجودين اللي بيعلموها أساتذتا أسئلة عن الوجود، عن الآلهة، عن مين هالناس اللي خلقت هالأرض، مين هالموجودين هون، في الله ما في الله، مين الوثنية هون. إلا أنه أحد الخدام اللي بيخدمها عنده جواب لكل أسئلتها، ولكن بطريقة إيمانية مش فلسفية. خبرها عن يسوع المسيح، هي مش سمع عنه، ولكن شيء. هو ما كان مسيحي يعني، هو مسيحي. بس بالسر. لأن احنا عم نحكي بالقرن الثالث، بمنتصف القرن الثالث، بعز الاضطهاد، بعز الاضطهاد والقتل والتعذيب. هو خبرها كمان بالسر أنه إذا بدك تعرف أنا عندي هالأجوبة. بس لأنه منه متعمق بالدين من زمان، كمان بالقرون الأولى كان كله بالسر، ومنه متعلمين المسيحية. حتى إذا بيقروا الإنجيل، الأناجيل منها متداولة بين إيديهم. أعطاها عنوان شخص تبعت له رسائل، علامة بالإسكندرية، هي وين؟ بتركيا. بعتت له رسائل تسأله أسئلة عن المسيح، عن العذراء، عن الكون، عن الله. صار يجاوبها، صار في مراسلات بيناتهم. تقتنعت بالديانة المسيحية، هي بعدها بسن المراهقة، ولكن بقي بعده مش عارف شيء. هونيك نهار اجت يعمل لها زيارة، كان يسافر كتير بما انه شخص سري جدا عنده اعمال كتيرة. هونيك نهار رجعت يزورها، لقى طاقة الحمام فيها ثلاث شبابيك. لك شو لفت نظره؟ طاقة الحمام فيها ثلاث شبابيك، هو لازم يكون فيها شباك واحد، وابعد تقدير شباكين. سألها لا في ثلاث شبابيك، او سأل المهندسين، قالوا هي طلبت، بربارة طلبت. اجى لعندها قال لها هلا بدي اعرف لا في ثلاث شبابيك للحمام. ترى الحمام بطل حمام، صار مصلى صغير، كنيسة صغيرة تصلي فيها هي، بس كان كله بالسر. من وقتها ما عرف جرب يقتلها. هربت هي بعدها صغيرة، ما بدها تروح، هربت حد، طلعت من القصر وهربت حد القصر بمغارة صغيرة. لونت وجهها بغارة سوداء، لونت وجهها. هلا في بعض الاخبار بتقول انه هربت بسنابل القمح وتخبيت، صارت تتنقل رمزية للقمح، صارت تتنقل من مطرح لمطرح. ولكن الاقرب الى الواقع، من بعد ما هربت من القصر في صخرة كبيرة انشقت بالنص وهربت تخبت بالمغارة، الصخرة جت سكرت، ما قدر بيها الحقها. أكيد رجع قدر وصل لها، إجت يقتلها، ولكن ضميره هيك أنب وأنه أنا خليني أسأل الحاكم الروماني أنا شو بدي أعمل فيها. أنه إيه يقتل بنته، يعني مش جينة، يقتل بنته الوحيدة واللي كان موجبها وحطتها بقصر تما حدا من الشباب يقرب صوبها. حتى وقت طلب إيدها أحد الشباب، طلب إيدها، قالت له لبيا لا ما بدي. بس هيك الرجال بعدهم لهلا ما تغيروا، مظبوط، بعدهم بيخافوا على بناتهم. اكيد نعم، خاصة المجتمع الشرقي طبعا، ولازم يعني بيناتنا الى حد الى حد ما، اكيد مش ضمن الهوس يعني او الخنق يعني او الخنق، بس لان مجتمعنا في بعض الجوانب بتخوف يعني. نعم. مهم، اجى احد الشبان طلب ايدها، وهي نادري انه انا ما بتجوز، حياتي ليسوع. وهي بعد صغيرة. أخذها عند الحاكم بيا، قال له أنا بدي أقتلها. قال له رأى من جرب، روح جرب يقنعها،
رجاعة الوثنية، مش مزبوطة قصة يسوع المسيح، لا مزبوط أنه قام من الموت، كلها وتفنيصات. ما قبلت، بلش بالعذاب، كل ما عذبها كل ما إيمانها زاد. والملفت أكتر شيء أنه نهار اللي عذبها يجرحها، يجرجروها، يجربوا يشيلوا لها جلدها ضفيرة، تاني يوم الصبح تقوم ما بها شيء. هيدي خلت الناس اللي شفوها يعتنقوا الدين المسيحية، أنه هذه المبارح كانت الدم عم بشرشر منها واليوم ما في شيء، واليوم ما في شيء، وتصرخ من ما تصرخ من الوجع. الناس اللي عم تفرجوا عليها هن يصرخوا من الوجع، هي أبدا هي ولا شيء، مقاومة سلمية إيمانية، إلى أن وصل آخر شيء قال له بيا يا عمي هيدي هيئته، ما في شيء غير القتل، بيريحنا منها. قام بيا وقطع على راسه، قطع على راسه، قطع على راسه. ليه القديسة البربارة عندها كل هالشهرة؟ لهالأسباب يلي ذكرتها، لأنه تقلك تاني يوم القتل من بعد ما ماتت كتار اعتنقوا الديانة المسيحية من وراها، يعني عملت عجيب كتيرة كتار من ال عملت عجيب كتيرة. كيف يعني؟ يعني شفيت الناس خاصة العميان، هي شفيعة العميان أكتر. يعني قبل ما تبلش بعذاب، قبل ما بيع عذبها يعني كانت هي ولا من لا بعد؟ لا هي من بعد ما ماتت، من بعد ما ماتت صارت من أشهر القديسين بالعالم ولو بالخفة، وكتار من وراها اعتنقوا الديانة المسيحية، وخاصة كمان قديسة مشهورة قديسة يوليانا. قديسة يوليانا كانت بنت عادية وثنية، من وراء عذابات قديسة بربارة اعتنقت الديانة المسيحية وصارت قديسة، ومن بعد ما ماتت القديسة بربارة انتشرت الديانة المسيحية زادت بكتير، مش بشوي، شهرتها زادت. ومن بعد ما صارت الديانة المسيحية هي ديانة الأمبراطورية الرومانية، تعمرت مئات الكنائس على اسم القديسة بربارة، هاي الشهرة الأساسية. دكتور عماد، ليه بعيد القديسة بربارة منروح على القمح وعلى القطايف؟ رح شدد على القمح تناخد القصة من الناحية الإيمانية. هلأ أنه هي هربت؟ في ناس بيقولوا أنه هربت خبت بسنابل القمح، صح. إنما الرمزية هي أنه حبة القمح من بعد ما تموت أو من بعد ما نقطفها هي بتبطل إلا دور، من الزرعة بترجع بتنبت. بما معناه حتى إذا حتى قدام المغارة حطينا قمح حطينا له مي، اليوم كنا عم نحكي عن سرعة القمح بالمناسبة، بيرجع بينبت بالبروجرام بطريقة سريعة. كمان بطريقة سريعة، يعني أنه قديسة بربارة من بعد ما ماتت انتشرت الديانة المسيحية بسرعة كتير كبيرة، مثل سرعة نبتة القمح لما بترجع بتنبت بكتير. يعني الموت ما بيؤدي إلى هلاك الإنسان، ولكن إلى حياة، إلى حياة جديدة مثل حبة القمح. حلو كتير. إذا بدنا نعمل هيك مفارقة أو مقارنة بين عيد القديسة بربارة والهالوين، أكيد ياريت منشرح الفرق الشاسع يلي كتار إنه بيدمجون مع بعضهم أو بيفكرون مشابهين للأسف الشديد. ياريت اليوم نفكر منشرح الفرق الشاسع. هالوين هو عادة غربية سيئة جدا لا تمت إلى المسيحية بصلة، مع كل رمزياتها، مع كل أبدا، يعني ما إلى صلة بالديانة المسيحية، هي عادة وثنية تعود إلى 1500 سنة قبل يسوع المسيح، قبل الميلاد، يعني من 3500 سنة من هلأ. وهي عادة إيرلندية، كانوا الإيرلنديين بنهاية تشرين الثاني نهاية تشرين الأول بيخافوا من إله الشر، إله الظلمات، يلي بينزل هذا النهار على الأرض، بعيد عدى بعيدة عن الدين المسيحية الخبرية. هالإله بينزل على الأرض وبيبلش ينبش على أصحاب النفوس الضعيفة اللي بتشبهه، اللي خايفة من الله، من الإله، هو حتى يفوت فيها. كاهن إيرلندي كان يقول لهم ما تخافوا من هالإله، نحن إذا ضوينا شموع وإذا لبسنا أشكال بتخوف، أقنعة مخيفة، دم وما دم وعصيان وسكاكين، منخوف هذا الإله. شو هالأخبار هيدي؟ شو هالميتولوجيا هيدي المنة قريبة للواقع؟ قال كان ينزل الإله يروح على البيت، البيوت الإيرلندية، وقت يشوف ناس لابسة أقنعة بتخوف يهرب، يروح عند الناس اللي نايمة القلب طيب، قال، ويرجعوا الإيرلندية إذا الإله الشر فات بإحدى هذه النفوس يقتلوه. يعني شوفوا قد في دم بالخبرية. وهالعادات يلي عمرها 3500 سنة من اليوم لورا
انتقلت الى اوروبا وانتقلت الى امريكا مش أمريكا من زمان. امريكا يعني بحس بامريكا كثير تمارس اكثر من اوروبا هالعدد. الامريكان سنه 1840 يعني مش من زمان مع موجه ايرلنديه راحت على امريكا من مهاجرين. نعم. ما هن الامريكان اصلهم اوروبيه اكثريتهم. نعم. يعني انجليز القاره الجديده لانه بالنهايه جديده راحوا مهاجرين فرنسويه في منهم بال 1840 راح وسقه من الوفود من الايرلنديه نقلوا معهم هالعاده البشعه. ومع انه الامريكان هن مسيحيين بدي اقول لك بس هل هن بيكونوا على علم بالتقاليد او بالفكره الاساسيه ولا بتكون هي موجه وعايشين موجه موجه وانتقلت وصار الكل بيعمل لعنا بلبنان قد ايه في كنائس وقد ايه في رهبان واخوارنا بيشددوا انه ما حدا يحتفل بهالعيد اللي هو وثني ويرمز الى الشر. نعم. وحتى البابا كل سنه بيطلع كل سنه من ايام جون بول دو. نعم. بيطلعوا بيانات انه ما تحتفلوا بهذا العيد هذا عيد وثني بيرمز للشر. واكبر دليل انه بيرمز للشر كل الجمعيات والمنظمات والاديان اذا فينا نقول يلي بتحتفل بالشيطان تعتبر نهار 31 تشرين الاول نهار مقدس. كيف نحن نحتفل فيه وهو نهار مقدس للشيطان؟ يعني اكبر غلط الناس تعيد بهذا يعني نهار الشيطان بامتياز يعني بشكل واضح. مش انه مخبى وبالسر علنا. بس هي مثل ما قلت يمكن عادي وانتقلت وصار الكل يعتمد عليها يعني الناس بدها تنبسط. مزبوط بطل يفكروا بمعاني اكثر ما هي العالم بدها تنبسط بدها تنبسط ويجيبوا القرعه يبرموا فيها مثل ما او يلبسوها مثل ما كانوا الايرلنديه قال يحملوا القرع ويحطوا فيه شمعه تيبرموا بالليل يخلوا اله الشر يهرب. ما لها علاقه كلها لا بالعمل الانساني ولا بالعمل الديني. صحيح. لا حتى الشمعه بقلب القرعه اللي عملوا له قال وجه بخوف. ما هو مش هذا وجه الانسان اللي بخوف. صحيح. هو وجه الانسان هو انسان وجهه بشوش محب خدير على صوره الله ومثاله أكيد. بالنهايه مش هذا وجهنا الحقيقي يعني. دكتور عماد مات شكرا لك وعلى امل انه الانسان يفرق بين الشر والخير. نحن بنتشكرك اهلا وسهلا فيك ونحن لهون مشاهدينا بنختم حلقتنا لليوم بنقول لكم بون ويك اند وبنلتقي الاثنين المقبل الله راد على ال بي 2 بتمام الساعه 5:30 مباشره على الهواء واكيد الاعاده الساعه 8:30 صباحا على ال بي سي اي. باي باي بون ويك اند.